أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي ملوش اسم لحد دلوقتي ومش ناويين نسميه بصراحة بإذن الله. عزيزي المشاهد الكلاسيكي الجميل، أنت دلوقتي في القاهرة من حوالي 100 سنة تقريبا، يعني الشوارع نظيفة والناس مؤدبين ومفيش تكاتك. مهم قوي موضوع التكاتك ده، اللي هو أصلا ما كانش فيه عربيات، الشوارع كلها فاضية ومليانة رومانسية حالكة، لحد ما بقينا في زمن الحمو بيكا. المهم يا بومبي، أنت أو أنتي اتولدت في أسرة فقيرة على قد حالها، بس الأسرة كلها بتحب الفن، ومش كده وبس، رب الاسره اللي هو الاب يعني عنده فرقه بتنشد التواشيح الدينيه، ولان احنا في مصر ودي عوايدنا كلنا، لقيت نفسك في وسط الفرقه دي. ومش كده وبس، لا ده انت راكب القطر ونازل على القاهره معاهم، مدينه الجمال والفن وقتها، علشان تحقق حلمك على غير العاده بدعم من اسرتك البسيطه دي كمان، وتلاقي نفسك والله اكبر الناس كلها مغرمه بيك. في ايه يا جماعه، ما تشككونيش في نفسي، قاعد تغني وبيسمعك احسن ملحنين وشعراء البلد في الوقت ده. لا ده الله اكبر تاني بقى، ده انت رهيب، ده انت عبقري. لكن خلينا نقول ان هي دي فعلا حكايه الفنانه العظيمه ابراهيم السيد البلتاجي الشهيره بام كلثوم. في سنه من السنين وبالتحديد في 1921 تنزل القاهره وتلاقي نفسها قاعده تنشد التواشيح قدام كبارات البلد، الشيخ علي محمود والشيخ علي الاصبجي وابو العلا محمد، كل دول قاعدين بيسمعوها، الناس بتيجي من هنا وهناك علشان يسمعوا الست اللي بتقول تواشيح. وخلي بالك احنا هنا بنتكلم عن السيده ام كلثوم اللي من اسره محافظه جدا، مش مجرد صوت قوي بس، لا ده شخصيه عظيمه بينجذب الانتباه ليها بدون ما اي حد يدري، واي راجل يشوفها يحبها على طول من اول نظره، ما عندناش فاهم، وده الطبيعي، احنا كده اول ما نشوف الست القلب يست. بس هي بصراحه يا مشاهدي الجميل كان ليها راي تاني في الموضوع ده، وخلينا نرجع 10 15 سنه لورا، يعني حاجه زي كده، في قريه صغيره جنب مدينه المنصوره، اول حبيب للطفله ام كلثوم، مش مجرد شخص عابر، لا حاسب، ده ابو العيله محمد، اول راجل عرفته خارج نطاق العائله، وانت طبعا يا عزيزي عارف يعني ايه اول راجل يعني خارج نطاق العائله، ده يعني حاجه الحب كله حبيته ليك. نخرج بقى ونجيب دباديب يعني ولا لا 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 لا، ما تقولش كده يا صديقي، انت فاهمني غلط خالص بصراحه. ده اللقاء الاول بينهم اللي هي فيها ما شافتوش اصلا، تخيل هي اتحبته لما سمعت صوته بيغني عند العمده، افديه ان حفظ الهوى، حين كده عامله زي روايه حسن ونعيمه، علشان تغير مفاهيم هذه الطفله الجميله عن الغناء وقتها، وتعرف انها قبله كانت بتغني بدون احساس، بدون اي شعور، وان اللي كانت بتعمله على طريقه الشيخ ابراهيم البلتاجي ابوها ما هو الا تسميع لجدول الضرب. هتقول لي ايه علاقه جدول الضرب بالسيده ام كلثوم؟ اقول لك سؤال وجيه جدا بصراحه يعني. بس ما عليك من الامثله دي، كلها امثله بصراحه والله يعني شوزهاش خالص يعني، كلها توضيحات مش اكتر يعني، نسرح كده بيها يعني، ما تبقاش حنفي قوي كده يعني عزيز يعني. المهم حنفي بيه، بتظل هذه الطفله مبهوره بابو العيله محمد لحد ما تحصل المعجزه وتشوفه صدفه على محطه قطر السنبلاوين. هي ما تعرفوش، هي عرفته لما لقت ابوها بيسلم عليه وبيقول له اهلا وسهلا الشيخ ابو العيله، وبياخده بالحضن. وقتها بس رجليها ثابت من مكانها وطلعت تجري علشان تتكلم معاه، وهي مصره انه يسمعها وهي بتغني. يا بنتي بتغني فين؟ احنا على محطه القطر. وقتها هو ما كانش مهتم خالص يا عزيزي، ولكن لان الاهتمام بيطلب، بس يعني مش كل الاوقات يعني، طبعا في اوقات كده فيها الاهتمام لازم ينطلب يعني، بس عادي لما يكون اللي قدامك مش فاهم او مشغول او بتاع او ما عندوش طاقه كده يعني، ما علينا يعني. المهم والجميل هنا ان هذه الطفله الكيوت الاموره الصغنونه قدرت انها تقنع الشيخ ابو العيله محمد وتجذب انتباهه وتدعوه لبيتهم البسيط في طمي الظهيره في القريه البسيطه، ويقبل الشيخ ابو العيله الدعوه على غير العاده، وتطير ام كلثوم من الفرحه وحرفيا تذبح له الفراخ والحمام وتستناه وتستعد علشان اليوم ده تحديدا يبقى اول ستار ميكر في تاريخ الغناء العربي، وتكون اول النصايح لازم تسافري القاهره يا فاطمه. والدها بصراحه كان معترض، قاهرتي يا بنتي دي دوله تانية، بس ابو العيله يقنعه بسبب بسيط جدا، وهو ان اول حفله لام كلثوم في القاهره هتكون في قصر عز الدين باشا لاحياء ذكرى الاسراء والمعراج، يعني هم رايحين يحيوا حفله دينيه اصلا، حاجه عاديه جدا زي اللي بيعملوها. وبالفعل تم المراد، بس هنا سيده القصر اعجبت جدا بالسيده ام كلثوم واهدتها خاتم ذهب، وعلشان يبقى اول اجر تتقاضاه 3 جنيه عن الحفله دي، وده مبلغ مش قليل وقتها، بيخلي والدها الله الحلاوه دي. وبتسافر بالفعل ام كلثوم مع والدها للقاهره، وبيستقبلها الشيخ ابو العيله محمد، وبيوفر لها اقامه في فندق في شارع فؤاد، وبتقرر انها تستقر في القاهره علشان تبقى مصدر دخل العائله بعد والدها، مش تقصيرا منه ولكن هي عندها حلم. وتوسط لها ابو العيله تاني علشان تغني على مسرح الماجستيك اللي كان بيقدم مسرحيات علي الكسار كل يوم ثلاث، ولان يوم الثلاث ده هو اليوم المخصص للنساء فقط. عاوز اقول لك يا صديقي او يا عزيزي يعني ان الخطوه دي تحديدا هي الخطوه الاولى في عالم الاحتراف بجد بالنسبه لام كلثوم. ظهور ابو العيله في حياتها اصلا اقنعها بالتخلي عن العقال والزي البدوي اللي كانت بتلبسه، وعلمها الاحساس وحررها من فلك التواشيح الدينيه، ورباها على النطق الصحيح للكلمات، ببساطه حولها لانسه ام كلثوم صاحبه العصمه. اصلا محمد الاصبجي لما شافها بتغني في اول حفله ليها انبهر، وراح بسرعه كون لها اول فرقه موسيقيه تحت قيادتها، وكانت الفرقه دي معمعمه لابسين كلهم عمم علشان يتلائموا معاها، ولكن هذه الفرقه البسيطه هوجمت من مجله روزا يوسف
قدرتش انها تكمل، فكان لازم على ام كلثوم انها تغير من نفسها وتاخد خطوه. ام كلثوم يا مشاهدي الكلاسيكي الجميل، بدايه من ان كنت اسامح وانسى الاسيه او الاسطوانه ليها، واللي عملت نجاح صح جدا، بيست سيلر، مبيعات غير عاديه في الوقت ده. هي برضو من اكتر الناس اللي عملت اغاني في مسيرتها الفنيه. وخلي بالك احنا هنا مش بنقيس بالعدد، احنا بنقيس بالقيمه. ومع ان ابو العيله لحن لها 7 قصائد تقريبا، بس ما كانش مقتنع انها هتكمل، ما كانش مقتنع انها هتصمد، ما كانش مقتنع انها هتعمر، وخصوصا انها كانت بتغني في حشد كبير جدا، معتمده على قوه حنجرتها، قوه صوتها بس، لان في الوقت ده ما كانش فيه ميكروفونات، لحد ما نبقى نخترع ميكروفونات. انت جاي على نفسك ليه؟ ولانها لحد تعبيره بتغني بدمها. ولكن القدر ما يسعفش ابو العيله علشان يشوف ام كلثوم متربعه على عرش الغناء العربي، لانها بعد 3 سنين بس وهي حافيه القدمين بتمشي في جنازته، في مشهد بيعكس طبيعه العلاقه اللي كانت بينهم. بس خلينا نرجع قبل الفتره دي بشويتين، نرجع الذاكره لورا، رجع رجع رجع. هتقول لي احنا كل شويه وهنرجع، ما عايزين نطلع بقى خطوه لقدام، كده مش هينفع. سنه 1924 وقبل ما الشيخ ابو العيله يقابل وجه كريم، ام كلثوم كانت خلاص اكتسحت، قعدت اشهر مطربين الوقت ده في بيوتهم، نعيمه المصريه ومنيره المهديه وفاطمه سري وفتحيه احمد وغيرهم، تفوقت على نفسها حرفيا. ومن هنا بتعرف الشاعر احمد رامي، واللي كان سبب في تعليمها اسلوب حياه المدينه باختلاطها بسيدات الطبقه الراقيه، واللي خلوها تغير من اسلوبها ويبقى لها كيان جديد. وبصراحه يا عزيزي احمد رامي زيه زي اي راجل، شاف الست وما قدرش يسمي بصراحه، الموضوع يعدي كده من تحت ايده عادي يعني، زيه زي اي راجل؟ لا طبعا. زيه زي اي حد ماشي في الشارع؟ لا طبعا. ايوه يا عزيزي، حبها، حب السيده ام كلثوم حبا غير عاديا، ولانه كان عارف الرد فضل عدم البوح. فطبعا انت عايزني تيجي تقول لي انت عرفت منين يعني؟ معلش يعني انت عرفت منين؟ ما هو وحش، انت عرفت منين؟ عزيزي مصر كلها كانت عارفه الموضوع دوت من اغانيه بس. اما انت عليك حاجات والله يا مشاهدي العزيز يعني. اغنيه زي نفسي اشكيلك من نار حبي وحيرت قلبي معاك، ولما غاب عنها وهي ما سالتش فيه ولا سالت عليه، راح كاتب ما خطرتش على بالك يوم تسال عني كتير. بصراحه 1924 العام ده تحديدا نقدر نقول عليه عام البدايات الكبرى لام كلثوم، الوقت اللي اتعرفت فيه على نخبه من كبار الملحنين والشعراء في الوقت ده، من احمد رامي لاحمد شوقي لسيد درويش الأصابجي. هنقول مين ولا مين ولا مين يا عزيزي؟ الملحنين والشعراء كان من اسمى غايتهم انهم يشتغلوا مع السيده ام كلثوم. ولو اغنيه واحده بس يا ست، ولو اغنيه واحده بس يا ست، حرفيا مبدا ولو اغنيه واحده بس يا ست ده كان واحد من احلام محمد فوزي، واللي حرفيا برضه كان واحد من احلام بليغ حمدي، لما قدمه فوزي للست علشان يلحن لها اغنيه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، واللي كتبها محمد عبد الوهاب، واللي حرفيا ما كانتش اغنيه كده وخلاص، ده كانت رد من ساميه جمال فراشه السينما على بليغ حمدي لما راح يقول لها ان هو بيحبها وعايز يتجوزها. فكان من المهم ان اللي تغنيها ام كلثوم علشان بليغ حمدي ياخد حقه من سامي يا جمال. واضح ولا مش واضح يا عزيزي؟ الست ام كلثوم جات لها فتره زعلت وتاثرت بسبب الصراع على نقيب الموسيقيين، وبالتحديد سنه 1925، مع انها صغيره في السن، الا ان ازاي محمد عبد الوهاب ياخدها منها؟ فيقوم ايه اللي يحصل؟ يروح لها وفد مكون من جمال عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر، رايحين يحرروا فلسطين تقريبا علشان يقنعوها بالتراجع عن قرار الاعتزال. بس ساعتها اتاثرت بكلامهم وقالت بعد الصبر مطال ونهض الشرق، وقال حققنا الامال برئاستك يا جمال، ويا جمال يا رسالة الوطنية وصوت الوطن وانا الشعب، ومصر تتحدث عن نفسها، ومصر التي في خاطري وفي دمي. اكفي ان اقول لك يا عزيزي انها في الثلاثينات بس غنت اكتر من 50 اغنية في الوقت ده، وده رقم كبير جدا وقتها، اصلا ده قبل ما تعرف الاصابجي وزكريا احمد وعبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. طب اقول لك يا عزيزي، كل دول مش مكفيين، ام كلثوم لحنت لنفسها، ولك ان تتخيل كانت اكتر تجربة مريرة على ام كلثوم، مع انها لحنت اغنيتين، كان اكتر موضوع مقلق بالنسبة لها، لدرجة انها قررت امتناع عن التلحين بعد ما اتاكدت ان الكلام ده ليه ناسه. الكلام ده تقريبا كان في سنه 1934، وده نفس الوقت تقريبا اللي الاذاعه المصريه فيه دعت ام كلثوم لافتتاحها وتقديم حفلاتها على الهواء مباشره كل اول خميس من كل شهر، ولمده 40 سنه ولحد تقريبا 1973. شفت جرتنا ازاي في التاريخ؟ عزيزي ام كلثوم حفرت كمان اسمها في تاريخ السينما ب6 افلام. لا انت بتضحك علينا في التواريخ يا طارق، بيعمل تجرجرنا كده وخلاص واحنا مش فاهمين حاجه. لا والله يا عزيزي، هي مش حاجات بتسلم بعضها قوي قد ما هي حاجات بتحصل في نفس التواريخ في نفس الاوقات مع بعض، تواريخ بتجر تواريخ وتواريخ ممتده نوعا ما. يعني عندك مثلا 1935 اول افلام السيده ام كلثوم، فيلم وداد، ووراه بسنتين نشيد الامل، دنانير وعايده وسلامه، واخرهم فاطمه 1948، واللي شارك في بطولته انور وجدي. ايه؟ لحد ما بدات تعاني من بعض المشاكل الصحيه ومشاكل في الغده الدرقيه، واللي خلى عينيها تنتفخ، وده اثر بالسلب جدا على مسيرتها الفنيه، مهرجانات كتير اتلغت، وبعد ما كان في تمثيل ما بقاش في تمثيل. احنا هنا في سنه 1948. عزيزي المشاهد الجميل، عاوز اقول لك ان فيلم زي وداد كان فيه 7 اغاني لوحده، وكان فيلم ناجح جدا بكسر الدنيا وقتها. طب هي حياه ام كلثوم كلها كده؟ مفيش جواز يعني؟ مفيش اي حد كده ظهر في الليله يعني؟ على فكره يا عزيزي، ام كلثوم لما اتجوزت كان جواز ناجح جدا، استمر لحد وفاتها. حسن السيد الحفناء
الشناوي زوج ام كلثوم واللي كان واحد من الفريق الطبي اللي بيشرفوا على علاجها اثناء فتره مرضها، الفتره اللي كانت ام كلثوم بتجهز نفسها علشان تغني اغنيه اوقاتي بتحلو معاك وحياتي بتكمل برضاك، ولكن ما تقدرش انها تتمكن من تاديه الاغنيه دي لان مرضها كان اسرع منها، واللي كانت عاملاها علشان جوزها اتصابت بمرض التهاب الكلى اللي تمكن منها بشكل كامل، وكانت برضو بتعد نفسها لتقديم اغنيه علشان نصر اكتوبر من تاليف صلاح جوده وتلحين رياض الصنباطي، ولكن برضو يا عزيزي للاسف ما تقدهاش وما تتمكنش من تقديرتها. بس هنا بقى وعاوز اقول لك على حاجه، انت متخيل يا عزيزي احنا بنتكلم عن عصر امجاد مدته قد ايه؟ احنا مهما كان بشر وعندنا سقطات كبوات، بس مش كل دي امجاد يا ست، احنا جايز اغفلنا جوانب كتير جدا من حياه السيده ام كلثوم لضيق الوقت، بس اللي اكيد احنا عارفينه ان ام كلثوم ما كانتش مجرد كلمات والحان، لا ده حاله فنيه عاطفيه كلاسيكيه فريده من نوعها، الناس بتستناها كل اول شهر على المسرح وفي الاذاعه، وتربه الناس بتعيش معاها بين الطرب والرقي، عشق جمهورها لدرجه الجنون، عظمه على عظمه يا ست والله. لما حست ان الحاج سعيد الطحان صاحب هذه المقوله الجميله مش موجود راحت عشان تسال عليه، وبالفعل راحت اطمنت عليه ودفعت له ديونه، علاقتها كانت بجمهورها مش بس بفريقها، واعفته من شراء تذاكر حفلاتها. جايز احنا خسرنا السيده ام كلثوم من زمن بعيد، بس ذكرها موجوده وبقوه حتى وقتنا الحالي. 3 نوفمبر 1975 الساعه 4 مساء العالم كله بيتصدع من خبر الوفاه، وحاله من الهم بتصيب الشعب المصري كله، ستات قبل رجاله واطفال، بل بتصيب الوطن العربي كله، مراهقينه وجميع طوائفه، لدرجه ان جنازه الست صنفت من اكبر 8 جنازات في العالم. شايف يا كبير، شايف قد ايه الفيديو ده كان متعب وصعب على ما خلصناه، على ما قعدناه وسجلناه ومنتجناه؟ فين دعمك وفين رايك في الحوار؟ اديني لايك او ديسلايك، بس اهم حاجه ما تمشيش غير وانت قايل رايك، والاهم منها الاشتراك في هذه القناه، وده بعد اذنك يعني، والسلام عليكم.